كرث العراقي منشار مستر شوتر مستر جوني راب داش العراق دوت كوم. تبي حرب؟ يلا استلم كرث. صاروخ أرجو اتلك بنفعو لكو كرث العراقي وعلى اعتبو مين قل مين ارجع تغصني ببساطة قصقت العشرة اللي تتكلم عنها وقصقت اللي خطابها تحب تعمل تستات حتى تضبط نبرة صوتك بقضل صبب عرطيزة حتى يضبط لحن وظنك هذا فوتك ها تكمل القافية اللي قلتها جيوب أفية قوية طيب شو رأيك بدنا قلك والعيون الرصاصية لا تعيش شخص وانت فيك طن عيوب ولك عيون رصاصية يا بكوب كن فدك ما أظبك إياها هالكلمتين لا تعمل لي فيها أجماع أبو الليثين من بعد ما سافر كرته قال العجيبة من يهندسني غلط الدس لأي برزي داري هندس حتى قوي باع بصلي والهم الكلاب اللي لما غبوا طلعوا والهم الهبلان اللي لما كنت موجودة كن دخلي بلمعوا والواحد فيكم كفو يلا وحمل قدامي اعتبروني حرامي أو حتى رابر إرهابي وش القادم إليكم حتما قادم لهذا كل عرض ما تطلب منا رحمة لأنه طلب مرفوض كنا مسمعين وبس وهلا صرنا رواد صرنا نركب على البيت كأنه جواد بطلنا نشوف خصومنا صاروا أصلا بيتلاشوا كنا بنطلع في وجه الخصم كل واحد فينا ماسك رشاشه وهلا رجعنا نسمعكم فلوات على البيت خليت البيت لفلواتي مثل البيت ما حد حيحطمني بعد ما فلوس أحلامي انبنيت على وش كل واحد من خصومي أنا شخيت والهم الكلاب اللي لما غبنا طلعوا والهم الهبلان اللي لما كنت موجود بكندرتي بلمعوا والواحد فيكم كفو يلا وكفوا قدامي اعتبروني حرامي أو حتى رابر إرهابي مش القادم إليكم حتما قادم لهذا كل عرض ما تطلب مني الرحمة لأنه طلبك مرفوض خوفك مني هذا قانون مفروض لأنه هلأ رجعتي قوية من بعد الركود أجمع قوافي لكن ماكو قافية تقبل فشل واحد يسي ثاني يطلع يركض على لحن فكره كل غزة ناهي مسيرة ناس اللي قالوا كنا إنجاز من دسيتهم مرة ترفض باسم على بعض ملل ماكو دستزت إلا كان مخطط بالتخطيط والحين شوفوا النغزة وجرحهم مزقوق وما يطيب حامي نفسهم كانهم نواب وعدهم حصانة بس من التاقيهم كانهم نواب وفكرك تخيب أوف بيت في دسك قلي وين أحسك سناتي توصل لبعد مدى ودلي صدتك حامي نفسك بالجدار واني حامي نفسي بالأخطار كلامك الريسيفر من خربط بالأقمار اسمع اسمع تنسى نفسك يمي وكلك على بعضك فشل من يوم ورايه ماكو داعي تكبر نفسك وانت يمي تصغر ركز بالقوافي وطلع التشاب وقدرت تعديت الاوزان وتركب قصه وتتحول لنفسه كبره ثغره على مزاجي ست الثغره لا خليها مفتوحه خليها الثغره مفتوحه لاجيل اخترقكم كاني دكتور جالس اطرب طبله اذنكم من كثر ما كسرت خصوم احس حقدهم فيني زاد عن طريقي لا تقترب انصحك بالابتعاد شفت اللحن كيف تغير بطريقه صعبه جدا نازل بهاللحظه لاجل اوضع لخصم حد نبي تصبح مهزله نفس اللي تحدوني قبلك انا سبك بس تتفكر ان بيوم اسب لك اهلك لانه مو مثلك خسيس يا ابو عقل المتعفن تذكر وقفاتي معاك لا تفكر بعد احترمك بتصبح ترابر الراب ما يتشرف فيك اصلا انا ابرز نفسي واصعد وانت تنزلني كل همك اول دس نزلوا علي وبنشت بحق نسيفون ثاني دس نزلوا علي جالسين ردي ينتظرون ثالث دس هو الاخير كان عنوانه ما ترد خليها حسره بقلبكم ما اردك يا قرد كل هذه الافعال القذره تجي تقدم الاعتذار عذرا طالب مرفوف ثم النشر في الأخبار www.rap-العراق.com SKN Group Motherfuckers